الزرقاء هو ناس كتير بتشبهها او بتقول عليها اللي هي ارتفاع في ضغط العين. هو يعني هو ارتفاع في ضغط العين يصاحبه تأثير على المجال بتاع الإبصار وتأثير على العصب البصري، يعني ثلاث حاجات لازم تكون موجودة عشان نشخص مية زرقاء. اتنين تواجد حاجتين منهم نقول ان دي مية زرقاء، انما الاساس ان هو العصب البصري هو اللي بيتأثر. طيب تمام. التعريف العامي للمية الزرقاء بنسميه الحرامي بتاع النظر. حرامي النظر. يعني ايه حرامي النظر؟ يعني النظر لما الحرامي لما بيجي بيسرق المحفظة من الواحد، لما بيحس ما انت ما بتحسش ان هو سرق المحفظة غير لما تحتاج المحفظة ان انت تطلع منها فلوس او ان انت تستخدم منها حاجة. فبالتالي لما بتحس ان انت محتاج المحفظة بتحس ان الحرامي سرق. نفس الشيء حرامي النظر، لما النظر بيروح في العين، تمام، الواحد بيحس ان هو محتاج النظر. تمام، حلو قوي التشبيه ده. ايوه بالظبط. فاحنا بنسميها حرامي النظر عشان كده. هي مبدئيا ليه حرامي؟ لان هو بيسرق النظر في الاطراف بتاعت الشبكيه اللي هي في البعيد، فبالتالي الواحد مش مهتم غير في النظر قدامه. انا شايف قدامي بس الدنيا شويه بتعتم عليا، شويه لما احب بتعتم ابص عليا، شويه للجنب بتعتم عليا. بيبقى النظر عليه فيه. وفي ناس بيحصل عندها النظر بيروح تماما ويجي مثلا يقول لنا انا ناموسه قرصتني في العين اليمين، فنظري راح في الشمال. ده ايه علاقته طيب؟ ايه علاقته؟ الناموسه قرصته في اليمين فاضطر ان هو يدعك في عينيه اليمين، تمام، فاكتشف ان عينيه الشمال مش شايفه. تمام. يعني فجأة. ده الناس اللي هي العامية اللي هي ما تفهمش. انت فاهم ان هو ما يفهمش المعنى الطبي المعنى للمرض، هو الطبي بالظبط بيحكي اللي هو بيحكي اللي حصل اللي بيه او شاف. اللي حاسس بيه. والناس عندنا في مصر كتير طبعا يعني مستوى التعليم ما هوش عالي قوي، فبالتالي بيقول لك انا فعلا دعكت في عيني اليمين النظر راح في الشمال، ناموسه قرصتني في اليمين ضيعت نظري في الشمال. طب ايش جاب دي لجيت دي؟ لا، هو كان عنده ميه زرقاء وبقالها فتره والميه مش حاسس الزرقاء بيها. دي مش حاسس بيها. تمام. ومش للاسف، وللاسف مش بس الناس اللي هو مستواهم التعليمي قليل، لا، انا بشوف ناس مستوى التعليم عالي جدا. تمام. واخدين ماجستيرات وماخدين دكتوراه، ومع ذلك برضو يعني الميه الزرقاء تمكنت منهم لدرجه ان هي اثرت معاهم في النظر.